التحق صباح اليوم تلاميذ الدار البيضاء بالعاصمة بأقسام الدراسة وسط أجواء استثنائية، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان السير الحسن لهذه العملية وتسخير كل الظروف المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي جيد. تابعوا معنا. أنا اليوم شوي تري كونتون باسكو سي عندي البنيتة حتدخل سنة أولى هنا في دار البيضاء، وابارامون راهي كي فرحانة، راهي فرحانة، راني تري كونتونت الدخول تاعها إن شاء الله، ورايت راهي الدخلة راهي بسلاسة، سما رانا سي بيان أورغانيزي، وبارون بور لا رونتخي مام لي بارون اللي عندهم ولادهم ما قدروش يدخلوهم ولا شغل بكاولهم ولا يصبروا معهم. وصايح حندخل اليوم سنة أولى واني فرحانة بزاف، نحبهم كاع ماما وبابا. أنا وليدي اليوم دخل سنة أولى، بدينا بالتحضير النفسي والبسيكولوجي للطفل باش ما يتدخلش اليوم نهار الأول، كوم وليدي دار المسجد من قبل يعني ما تلاقيتش صعوبات، دخل وكان فرحان، نضع 6 تاع الصباح وجد أدواته، وجد محفظته، مئزاره، كان ميت بالفرحة، درنا له الكاطو، درنا له البارح الخفاف كي العادة الجزائرية. أنا عندي طفلة هذه سي أول مرة تدخل قرات في المسجد التمهيدي التحضيري، هي أهل مجدة البارح مسكينة باش بتدخل عم بالها بلا اليوم راح تدخل تقرا ما رقدتش، تلمو فرحانة ومنا رقدناها فرسي وصباحنا تاع 4 تاع الصباح